اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على كامل النور وعلى آله وأصحابه البحور. مشاهدين الكرام في كل المغرب العربي الكبير، عسامتكم ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي واهتدينا. حلقتنا اليوم موضوعها الحسد وخطره على المجتمع. يرافقونا فيها كل من الشيخ سيدي هشام بن محمود، أستاذ وخبير وباحث في الفكر الإسلامي، والشيخ سيدي فرحات بن وداي، شيخ زيتوني أزهري. مرحبا بكم. قال تعالى في سورة الفلق الآية 5: ومن شر حاسد إذا حسد. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. والملحوظ من هذه الآية الكريمة والحديث الشريف خطر الحسد على الحاسد والمحسود. سيدي هشام، نجم تنورنا في الموضوع. شكرا، بارك الله فيك. هذه قضية هامة جدا. نعم. وأعتقد من إخفاقات المجتمع الإسلامي اليوم ومجتمعنا التونسي أساسا هو تفشي هذه الظاهرة. نعم. التي لو عدنا إليها في التاريخ القديم والحديث لوجدناها مواكبة لكل الحضارات ولكل العصور ولكل الأجيال. منشأها في واقع الأمر هو تحدي مباشر للخالق. نعم. الخطر في الحسد بقطع النظر عن مضرته بالنسبة للأفراد أو للجماعات. نعم. وانهيار العمران كبناء، الخطر أنه تحدي للخالق، لأن المولى سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والأعمار وفصل بين الناس، وكان هو تعالى الحكم بينهم، رزقهم الحياة ورزقهم الأمل ودفعهم إلى العمل ودفعهم إلى شيء بديل للحسد، وهو أن يتنافسوا وأن يتعاونوا، يعني أن يكون التنافس هو الأداة الأساسية ليصل الإنسان إلى أعلى المراتب، بعيدا عن أن يحاول إقصاء الآخر أو القضاء عليه أو على حسده فيما أنعم الله. سيدي هشام، نمشي مع بعضنا نشوفوا الروبورتاج، نسمعوا فيه آراء بعض الناس في الموضوع وبعد نرجعوا للبلاتو. إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. الحسد السلبيات متاعه والأخطر متاعه. والله الحسد يحسدوك حتى في الضحكة تضحكها، ساعات ما قالوا ما حسدناكم في غناكم، ما حسدناكم في فقركم، ساعات حتى في الضحكة تضحكها يحسدك عليها. أما الحمد لله العبد معناتها خليه بينه وبين اللي خلقه. وشنو يعمل الحسد فينا؟ إن شاء الله إحنا ما نكونوش نحزي للناس. والحسد هو ما معناه يفعل بالإنسان هو كونه معناه يسيء له قبل الناس الأخرى. شي معناها الحاسد يكون هو كله مراكم من نقص. ما معنى؟ معناها لأنه ولد في بيئة كلها مشاكل، كلها معناها ما هيش بيئة متوازنة كيف عائلته. وكيفاش احنا باش نكونوا معناها بعاد عن الحسد؟ كوننا نكونوا ملتزمين بالأخلاق الحميدة التي علمهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من معرفة أن الحسد هو مرض من أمراض القلوب، وفي الشريعة الإسلامية هناك جانب كامل يعالج الحسد كمرض من أمراض القلوب، باعتبار أن هذه الأمراض لابد أن تعالج بتعليم الناس الخلق الحسن. هو الحسد تعريفه هو تمني زوال النعمة على الغير. فأنا كيفاش باش نحسد إنسان وأنا نحب نتمنى له زوال النعمة عليه؟ فالحسد هذا من سوء الأخلاق. سؤال صعيب شوية. والله شو مجتمع، أغلبية المجتمع عندهم الحسد بطبيعته. والله اللي يحسد يتسمى مريض، ذاك مش باهي الحسد. معناتها واحد خياره ما يحسدش غيره، معناتها يرضى باللي عنده. الحسد شنو السلبيات نتاعو وشنو هي الخطوره؟ لطف، اعوذ بالله من الحسد. الحسد انسان عنده فراغ روحي ولا مريض نفسانيا وكذا يحسد غيره، يبدا حسود. لطف،
اناني، يحب الدنيا، يحب روحه، ما يحبش غيره. هي تتربى فيه من الصغر الانسان، والديه يربيوه والمجتمع يربيه، ربما هو كارو حسود. بالنسبه للحسد معناها نقولوا من عاش كيفاش موروث ولا كيفاش في العبد. بالنسبه لي انا ما نعرفوش الحسد، الحمد لله. يقتل الحسد مش مختر برك، قلت الفلوس، قلت المدخول نتاع البشري واللي يحسد غيره. فهمتني؟ مثلا واحد عنده يمشي عنده كرهبة ويمشي ويجي ويحاوس والاخر ما عنده سي نورمال باش يحسدو. فهمتني؟ مش حتى باش نقولوا عاند وما تكونش حسود، في وقتنا هذا لا. شيخ فرحات، الحسد هو يعتبر من المعاصي، والمعاصي على ثلاثة أقسام، أما قولية أو فعلية باليد أو قلبية، وهذا من المعاصي القلبية، هذا الخطر اللي فيه. هو من المعاصي القلبية لأنه يجعل الإنسان الحاسد لا يرضى بقضاء الله وقدره، لأن الله هو الذي قسم الأرزاق وقسم كل شيء. اعتراض على الله، اعتراض على قضاء القدر، وهو الله سبحانه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الحسد يعتبر مقدمة للذنوب كلها، فأول من أول ذنب نعلم بأنه هو ذنب الحسد، لأن نجد بأن إبليس حسد أبونا آدم. قال الله سبحانه عز وجل سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا نجد بأن إبليس حسد أبونا آدم. ولما نزل آدم إلى الأرض نجد أيضا بأن ابنه قابيل حسد ابنه هابيل فقتله. الاثنين قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقابيل قتل أخوه هابيل حسد. وهذا المرض كيف يشفى منه؟ يشفى منه هو برضا، الرضا بالله سبحانه عز وجل بقدر الله، وبذكر. يجب على الإنسان الحاسد أن يكثر من ذكر فضائل المحسود وأن يجاهد نفسه. وهذا صحيح بأنه هو مرض من أمراض المجتمعات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكره، قال سيدب في أمتي، سيصوب أمتي داء الأمم. قاله يا رسول الله ما داء الأمم؟ قال التحاسد والتباغض. وروى مالك في موطئه، ماذا قال الإمام مالك في موطئه؟ قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، فالحاسد لا يحب محسود، لا يحب، بل نجده بأنه يسعى لذكر نقائصه، بل نجد أنه يعمل لإزالة النعمة عليه، إن كان فردا أو كان جماعات. جماعة تحسد جماعة، أو جهة تحسد جهة لأي سبب، لأن الله حباها مثلا بثروات طبيعية، أو حباها بطبيعة خلابة، أو الجماعة كذا، فيحسدون بعضهم بعضا، فهم لا يتمنون. فالحسد مرض نقول عنه بأنه هو يعتبر من الأمراض القلبية، ثم تنتقل تصير أمراض، يعني عندما يتحدث يصير أمراضا فعلية، ثم لما يعمل باليد فتكون معصية كبيرة، وهو أول من الذنوب من المعاصي. بارك الله فيك شيخ. سيدي هشام، تأثير الحسد هو يبدأ على الحاسد قبل ما يبدأ ساعة على المحسود؟ هو بالطبع. أنا حبيت أضيف لما قاله فضيلة الشيخ. نعم، احنا عندنا الأسوة نتاعنا هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. بالطبع ما سبق بالنسبة للأنبياء الذين سبقوه كان دائما ترافقهم الحسد في اصطفائهم بالرسالات التي تم اصطفائهم ليكونوا أمناء على تبليغها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليتيم الفقير الأمي، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، كبار قريش وكبار المنافقين استغربوا، فجاء ذلك في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فجاء الإجابة، فكانت الإجابة الإلهية هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هم إذن القسمة هنا للمولى سبحانه وتعالى. حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن المولى اصطفاه بالخصوصيات التي عليها، لأن الخصوصيات التي اختارها الله غير الخصوصيات المعهودة، فمش قواعد كقواعد البشر.
ما فماش تفاعل كتفاعل التفاعلات الكيميائية أو الفيزيائية أو البشرية ينتج عنه تفاعل بين السالب والموجب أو غيره، لكن هنالك إرادة إليه ومشيئة إلهية اختارت النبي الأعظم فحسدوه على ذلك. ولذلك احنا عنا المثل والبيت اللي تعجبني جدا يقول واصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها ما لم تجد ما تأكله. إذن القوة هنا المحسود عليه أن يكون صابرا، أن يكون مستميتا، أن لا يكون سبب من أسباب فشله حزن الناس له. نراه في مجتمعنا اليوم كل ما يبرز طاقة، كل ما تبرز كفاءة، كل ما يبرز إنسان بعقله أو بفكره أو بنبوغه أو بقدراته التي أعطاها الله إياها يحسدونه على ذلك. إذن فيرد المحسود على هؤلاء بمزيد من الاتكال على الله لأنه حسبنا ونعم الوكيل، ويزد مستمرا في نهجه وهو يبني وغيره يهدم، لأن النتيجة ستكون العاقبة دائما للمتقين والذين يسعون لبناء الأرض لا لدمارها. بارك الله فيك. شوف مع سي فرحات معناها الحسد هو لازم نقولوا يبدا يتمنى زوال النعمة للغير. نعم، يتمنى زوال النعمة للغير وهو من منكرات الأخلاق. كما قلنا فهناك أخلاق ذميمة وأخلاق حميدة. من الأخلاق الحميدة مثلا الجود والكرم، الصبر عند المكاره، الصبر وغيره وغيره، يعني والحلم. ومن سيئات يعني سيئات الأخلاق الذميمة المستقبحة مثلا مثل الطيش والسفه، أعاذنا الله وإياكم منها وجميع وجميع المشاهدين. وعلى رأسها يأتي الحسد كما قلنا، وأول كان مدخلا ومقدمة للذنوب فيما بعد أو مقدمة الحقد، لأن الحسد يزرع الغلة والبغضة في نفس الحاسد ولا يجعله ولا يرضى بقضاء الله، ويجعله أنه يعمل لأجل إزالة تلك النعمة، إزالة النعمة عن المحسود. فيجب على المحسود هنا أن يصبر وأن يكثر من التوكل الله، وأن يكثر إذا كان فردا أن يكثر من ماذا؟ أن يكثر من تلاوة القرآن، أن يكثر مثلا من قراءة قل أعوذ برب الناس، يقرأه هكذا يعني هذا للوقاية، معناها للوقاية من الحاسد، للوقاية من الحاسد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وخلقه القرآن، رسول الله كان يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أما منكرات الأخلاق جنبني يعني باعدني، فمنكرات الأخلاق الأعمال هي الذنوب والمعاصي، والأهواء هي الشهوات المهلكة، والأدواء عافانا وعافانا الله منكم هي الداء عافانا الله منكم، والأخلاق هي معلومة على رأسها يأتي الحسد، الكذب، الغيبة، النميمة يأتي على رأس الحسد. ماذا يفعل الحاسد؟ أن يتوكل الله وأن يحمد الله على ما رزقه، وأن يصبر أيضا، وأن يكثر من ذكر المحسود فضائل المحسود، وأن يسعى أن يتنافس أن يعمل مثله فيصير يصل إلى درجته، يصل إلى درجة فيصير ينتقل الحسد إلى الغبطة. الحسد مذموم ومقبوح شرعا، والغبطة يعني غير مذمومة شرعا، لأن الغبطة أن يتمنى هو حتى المثل التونسي يقول لك عاند ولا تحسد، عاند ولا تحسد، صحيح أنه يغبط الإنسان أنه لا يحسده ولكن يتمنى أن يكون مثله فيعمل أن يصير مثله، فهذا هو العمل. صحيح. وكذلك أيضا هذا ينتقب على الأفراد وعلى الجماعات أيضا، إذا كان جماعة مثلا أو جماعة فيجب على أهل تلك الجهة وأهل الجماعة أو على جماعة كانت يعني أن تعمل مثل الجماعة التي حسدتها، ولا تعمل على كثر ذكر غيبتها ونميمتها والعمل لإسقاطها يسمى التسقيط، وذكر إلا سيئاتها، ذكر السلبيات ولا يذكرون الإيجابيات كلها، فهذا يعتبر حرام وهو داء الأمم. وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه. وكما قال يعني فضيلة الدكتور، فالحسد حتى نجده حتى عند أبناء الأنبياء، نجد بأن قصة طويلة جدا في القرآن بأن إخوة سيدنا يوسف حسدوا أخاهم يوسف، وهم من الأصباط، هم حفدة، هم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله، فنجد بأن أبناء الأنبياء حسدوا أخاهم، حسدوا أخاهم يوسف عليه السلام، حسدوه، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأاهم له ساجدين، يقول له سيدنا يعني أبوه يا بني لا تقصص رأيك على أخت على أخوتك فيكيد لك كيدا، رد بالك ما تحكيش القصة، لأنه يعلم
بأنه سيحسدون لكنه يعرف أن النعمة كل ذي نعمة المحسود. الأنبياء معصومون، وإذا حبوا أحبوا لأجل الله، لا يحبون لأجل أشياء. الأنبياء معصومون. ولماذا يعقوب حظى ابنه يوسف بالحب الشديد؟ لأنه توسم فيه، ولأنه عرف بأنه ذو نفس طيبة، بأن الله سبحانه عز وجل له الخيرة، هو اختاره وجعله سيجعله نبيا، ولذلك هو يعلم ما علم بأنه صار نبيا، ولذلك أمره. ولكن نجد بأن أخوته هم أبناء الأنبياء ماذا فعلوا؟ أخذوا أخاهم ورموه في غيابة الجب. هم بعد تابوا من الحسد هم تابوا من الحسد، لأن الله سبحانه عز وجل أنت ترى بأن هذه قصة سيدنا يوسف في صورة يوسف، وهي فيها قصص ومواعظ سياسية واجتماعية وإخلاقية أيضا. ولأن كل المنشأ المشكلة هي وقعت أصلها من الحسد. عن الله إياه. بارك الله فيك. نشوفه مع سيدي هشام. عايشك ربي يحفظك. أنا بالإضافة إلى ذلك حبيت أن احنا بالطبع هذا الحسد ده موجود اليوم واقع في المجتمع، كيف نعالجه؟ هذا السؤال المطروح. السؤال المطروح، كيف نعالج هذه القضية؟ العلاج محمدي مبدئيا، هو علم النفس اشتغل بذلك. نعم. واعتبر أن من إخلالات البناء الفكرية للإنسان والجسدية ربما الشعور بالنقص هو الذي يولد الحسد. معنا سيدي النبي ما فماش حاجة ما خلاها الناس بالطبع سنقف عند هذا الحد، لكن قضية الإشكالية نعتقد تبنى من القاعدة. نعم. من الوالدين في الأسرة، إذا كان الأب يسلك في حياته مسلك لا يحسد أحدا، والأم كذلك، يعود أبنائه على نمط من التسوية في التعامل. صحيح. بقدر لا يدخل في أنفسهم حقد أحد على الآخر، لأنه يبقى هذا الحقد رأيناه في أسرنا. أنا يبدأ من البيت. رأيناه في أسرنا عندما يقع التفريق بين الأبناء. صحيح. يبقى ملازم هذا الحسد إلى أن يلقى كل منهم لربه. إذن نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أنس أنه قال لا تباغوا، داء الإجابة المحمدية حتى نتجنب الحدث الحسد، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن البغض والحسد وذلك التدابر، ذلك النكوص والنفور من البعض، كلها أدوات قد تنمي من الحسد وتنمي من الإخلال في المجتمع. ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة الإلهية التي اليوم مع الأسف مجتمعنا الإسلامي يكاد ينهار نتيجة فقدانه لهذه القاعدة المحمدية. الرسول ينبهنا إلى ذلك وكأننا لا نسمع. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فلما نحفظ للناس دماءهم ونحفظ للناس أعراضهم ونحفظ للناس ثرواتهم، فإذا بالمجتمع الإسلامي كمجتمع كل يسلم من الأحقاد ومن الحسد. صحيح. بل بالعكس، المسلم عندما يرى إنسان على خير يقول يا رب يزيده، يفرح. صحيح. أنا ديما نقول للرسول، أجاب أحد الصحابة قال استفتي نفسك، يختبر نفسه الإنسان، أنت كي تصلي وتصوم رمضان ربي يعيننا على صيامه وقيامه، النتيجة الأولى التي تبحثها عن نفسك، هل خف منك الحقد والحسد في نفسك؟ عندما تنظر إلى إنسان ذو نعمة هل تحقده أو لا؟ اسأل نفسك فقط بدون ما تجاوب، جاوبنيش أنا ولا غيري. صحيح. اسأل نفسك أنت عندما ترى إنسان في نعمة عطاه الله إياه، هل تحسده أم لا؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ إذا لا يتم الإيمان ولا يكتمل. صحيح. لا صلاة ولا صوم ولا غيرها من هذه الأشياء إلا إذا اقترنت بالجانب النفسي في الإنسان. كيف يشعر؟ هل ينام وهو يحب الناس؟ أم يذمر لهم؟ يحسدون الناس على أعمارهم وعلى كراسيهم وعلى علومهم وعلى ما أعطاهم الله من فضله؟ هل هذا إسلام؟ وبينما الذي قسم الأرزاق هو باريها وهو المولى سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع الأسرة نبني أجيالنا على هذه المحبة وهذا المودة، وعندما يسلم المجتمع في التعامل أفرادا وجماعات في مؤسساتنا التربوية والجامعية والاقتصادية والفكرية والسياسية وغيرها، وفي مساجدنا ننشر الرحمة والود والمحبة، عند ذلك يسلم المجتمع، ونستطيع أن نقضي على هذا الحسد الذي نخر عقولنا وأفكارنا وجعلنا لا نفكر في البناء وإنما نفكر في الهدم. نمشي معك شيخ. بالنسبة هذا الدواء متاع الحسد بالنسبة للحاسد المحسود، بالنسبة للحاسد
يجب عليه أن يؤمن وأن يؤمن بقضاء الله وقدره الله. وأن يعمل بجد وكدا حتى يبلغ مرتبة الرضا مرتبة وأن يذكر كما قلت أن يذكر فضائله ومحاسنه ولا يعمل إزالة مرتبته عند الناس مثلا. ثاني المحسود عليه أن يصبر وأن يكثر من تلاوة القرآن. الحاسد أيضا لا يجب عليه الحاسد أن يفعل شيئا مذرا بالمحسود، أن يجعل حدا بينه وبين الحديث الذي ذكره يعني فضيلة الدكتور، وهو كمالة الحديث ولا يحل لمؤمن ولا يحل لمسلم ولا يحل لمسلم يعني ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني إنسان يصل إلى درجة الحسد والبغض أنه يعني إذا رأاه يدور وجهه. وهذا يعني قطع على ما حاسد تومرينا الروبورتاج، الناس ما همش فاهمين خطورة الحسد احنا مازال عندنا وقت عليه هو وعلى المجتمع. تفضل تفضل. حبيت ان مغروب ان اعتقد ان الاسلام اليوم يجب ان يقدم بنمط من الأريحية ومن الاقتراب من الناس ومن التفاعل بين كل الاشياء. انا اعتقد مثلا الشاب عنده بيت، الشاب ابو القاسم الشاب شعرنا الفذ عنده بيت كثيرا لا يعرفها الناس لا يرددونها، مكتفوا إذا الشعب يوما أراد الحياة، وهي ممتازة جدا في الواقع. يقول الشاب في بيت من قصائده في بيت: لا يغرنك ابتسام بني الأرض فخلف الشعاع لذع اللهيب. قول عجيب جدا. يعني هذه علاش حبيت أن أتوقف عندها، هي لأنها ترتبط ببيت آخر لإيليا أبو ماضي يقول: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فالجمال في النفس هو الذي يجعلك تحب الناس، لا تحقد عليهم لا تحسدهم. وعندما تصبح النفس قاتمة بسم الله الرحمن الرحيم ترى إنسانك كأنه كله قتامة، كله يأس من الدنيا، كله جاء يعني كل ما فيه كل من فكر ومن قول ومن فعل يبعد بالناس عن الأمل. احنا الإسلام دين فيه المحبة، حتى في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كان السلوك الأمثل، كان السلوك الذي على الأمة أن تقتدي بسلوكه ومنهجه لا في الشكل الظاهري، وإنما تقتدي بفلسفته وعمق فكره وقوة حجته من خلال منطوق لفظه وسلوكه النبي صلى الله عليه وسلم. كل أريحية وكل محبة وكل تسامح وكل يد المحمدية التي توضع على الطفل وهو في المدينة المنورة وتبقى آثار طيب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على ذلك الطفل محية، تلك التناغم ذلك يغرس الود. قال الشاعر العربي: لا خيل عندك تعطيه ولا ماله، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. شوية من الرعاية شوية من المحبة مصيبة كبرى. وهذا من شباب رمضان الوالدين لازم البول هم اللي بالطبع هذه الأسرة الإسلامية البناءة، الأسرة الإسلامية التي تبني الأفراد وأفذاذ أكبادنا على المحبة لا على الحقد. لا تظهر له الآخر عدو مهما كان دينه وملته ولونه وجنسه، كل الناس أحرار يستأنسوا بالرضا زاد والقدر اللي كل واحد بالطبع وكل وربي قسم كما قلنا منذ حين. وقال شيخنا الأستاذ الجليل نحن ربي قال نحن هنا، وصيغة نحن قوية في القرآن كما يقول الزمخشري. نحن قسمنا بينهم، شوف المولى كيف نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن المولى الذي قسم الأرزاق. فكيف لك أنت أيها الإنسان أن تحقد إنسان على ما أعطاه الله من فضله؟ صحيح. هل هذه شيم الإسلام؟ بالطبع علينا أن نتساءل، هذه حيرة كبرى في المجتمع الإسلامي يجب أن نثيرها حتى لا يشتغل المجتمع بقشور القضايا ويكفر بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ونتشبث بقشور الخلافات الجزئية في الفقه وننسى البعد المقاصدي للدين الذي هو بناء الكيان وبناء الوطن الإسلامي على مستوى من المحبة والتضامن والتسامح والأخوة بين الناس. شكرا بارك الله فيك أستاذ. شيخ باش تنصح الناس وفي الختام معناها في الختام أنصحهم في الختام أقول لهم كما قال وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمعات: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. أن يتركوا الحسد لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: لا يؤمن أحدكم
يعني الإنسان لا يؤمن لا يصير مؤمنا جيدا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما نحب الروحي نحب الخويا. نعم. فهمني. وأخرج الإمام مالك بن أنس والإمام البخاري ومسلم وابن والترمذي وابن ماجه في صحيحهم لا تؤمنوا حتى تحابوا. فهنا جعل بأن الإنسان الذي ترك الحسد إذا تحاب الناس فيما بينهم وتحابت المجتمعات فيما بينهم وزرعت فيهم المحبة صار مؤمنين خيرا. وهذا الحديث يدل على أن دين الإسلام دين الحب. أما مسألة بأن الحاسد كيف يعني يجب على الحاسد أن يجتهد كي يصل إلى مرتبة المحسود وأن يصبر، لأن الحسد كما قال وكما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاهم أنه قال لله الحسد ما أعدله، الحسد عاد بدأ بصاحبه فقتله. لأن الحاسد يضمر، الحاسد عندما يحسد يضمر بدنه ويسقمه يولي مريض، يجعله يهتم بمن يحسده. أما المحسود فيجب عليه أن يصبر، ويجب على المحسود أيضا أن يستل السخيمة من قلب الحاسد، وذلك بالاهتمام به والبشاشة به. لأن في بعض الأحيان نجد بأن المحسود هو سبب أن الناس يحسدونه، مثلا من الأشر والبطر الكبر عندما يتكبر تتكبر جماعة على جماعة أخرى أو يتكبر شخص على شخص فيصير يحسده لماذا تكبر. فهناك يعني هو ذنب يكون سببه إما أن يكون من الحاسد أو محسود، فيجب أفشاء المحبة بين المسلمين وكذلك بين المجتمعات في المجتمع الإسلامي في هذه الأيام في جميع الأيام وجميع المجتمعات، وأن يجابه بالصبر والتسامح. يجابه بالصبر والتسامح. شكرا مشايخنا الأفاضل، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. نتقابل غدوة في نفس الموعد على قناة نسمع. شاهي طيبة للجميع. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل. سبب القصة يا علامة سيدنا يوسف نهن النمع، حداش النجمة يا فهامة زيد معاهم قمرين، بإذن المولى جاو قدامة أخر لي سجدي.